وش اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. قبل لا اتكلم لا اقول اي شيء، لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركون في القناه عفية على الشاطر. المهم وانستغرام سناب شات اي المهم منو جاي يصورنا على شيء بالعالم؟ على مصور بالعالم بابا احلى مصور. قول لهم لا تنسون تابعونا تيك توك. تيك توك لا تنسونا بالتيك توك بعد. انزين فبمناسبه العيد الوطني الكويتي انزين على دولتنا الكويت الحبيبه، احنا مسوين ان شاء الله اغنيه وطنيه، واليوم راح تشوفون فيديو كواليس هذه الاغنيه. طبعا الحين ما سوينا ولا شيء، راح تشوفون اليوم. ايش فيك عادل؟ عادل متحمس؟ راح تشوفون احنا وين راح نروح نسجل ومع منو، وراح تشوفون الخواليس. خواليس خوي خوية والله. تبين الحين خواليس خواليس، انا باكل خواليس. تاكل خواليس؟ المهم فراح تشوفون كواليس التسجيل وان شاء الله باكر التصوير. يعني هذا الفيديو عبارة عن يومين تشوفون كل شيء ايش راح نسوي. اوكي؟ اوكي مجهزين؟ تابعوا البلوج من البداية للنهاية لا يطوفكم. يلا حبيبي. شوفوا بما ان انا عدول درس وشد حيله وباكر عليه 3 امتحانات مسكين زين. ليش تسوي ولك فقير يعني؟ فقير والله مسكين زين، عليه 3 امتحانات درس شد حيله وكذي. وعدته ان احنا نوديه سوق الحمام شوي. وعدته زين، وعدته ان انا اوديه، فما بيخلف وعدي مع ان احنا متاخرين على التسجيل هناك. باقي نص ساعه على التسجيل. لازم اوديه وهي بتودي سوق الحمام. ما شاء الله ما شاء الله. ايش تبي بسوق الحمام؟ ايش تبي رايح سوق الحمام حق شنو؟ كلب. كلاب صح؟ اي بيطالع كلاب. المكان المخصص واللي يحبه سوق الحمام. سوق الحمام اللي فيه كلاب وقطاوه. يلا يستاهل. يلا امشي بس تشوف. احنا هني شرينا قطوة حنان تذبحنا اذا قطوة حنان ها. شرينا قطوة روان توتي، لانه وايد يسألون من وين شريت قطوة توتي. شريناها من هذا المحل، راعي المحل اسمه عادل دشتي. تذكروا عادل؟ اسم المحل من برا ما ادري، ما في اسم، ما في. راعي المحل اسمه عادل دشتي، عنده وايد اشياء. هذا كل قطاوة. هذا اسمه عادل. اللي بيشتري من سوق الحمام يي عند الاخو عادل. حاضر. عادل حاضر. حبيبي محلاته هني وما يقصر وياكم ان شاء الله. الله يسلمك. مشكور اي القطوه القطاوه اللي شريناهم كلها من عنده. مشكور على تصويركم حبيبي. انا احب الديره من يوم كنت صغيره، هي اهلي وناسي ويا الغلابه البيت عشت عمري لذكرى بضواحيها. ادم ايش قاعد تسويته؟ قاعد اغني. ها؟ غني. قاعد تغني؟ كذي يغنون؟ ناطر دورك ها؟ ليش اخترت انت اول واحد تغني؟ ها؟ لا بس عشان ما اخلي. قول لهم اذا تبوني اسوي اغنيه راب كتبوا لي تحت. اذا تبوني اسوي اغنيه راب كتبوا لي تحت. اوكي عشان راب اي انت بوب مو راب وانت الراب نفس الاغنيه. يلا جاهز. ايه هي الامل، ايه هي الامل عز ووزع. يلا تسجيل. ايه هي الامل عز واهل. ايوه مره ثانيه حلو. مره ثانيه حلوه. ايه هي الامل عزوة وأهل. إيه هي الأمل؟ قول.
هي الأمل. بس أعطني هذه بس. حنين قاعد تراجعين؟ لا قاعدة أعدل صوتي وحنجرتي الثمينة. واو amazing job. amazing حيل. ليش قاعد تغنين أغنية وطنية؟ عشان عيد الوطني. ليش؟ لأن أنا أحب ديرتي. إيه هي الأمان على مر الزمان. إيه هي الأمان على مر الزمان. حلوين بس جاب المايك. إيه هي الأمان على مر الزمان. ها بشاعر جاهزة؟ يس. جاهزة ها؟ يس. يلا سمعينا. تبدع. بتبدعين ها؟ ما شاء الله بلا عوزهم. نبي صرخة الأوبرا. واو. إيه. شون شبح الأوبرا؟ ايه؟ صرخة الأوبرا. شبح الأوبرا اللي حملي غنى لايف. أصج؟ والله. مايت أنا حسافة. مايت. يلا يلا أم كلثوم يلا أم كلثوم. تحت الصفر. يلا نقول. أنا أحب هالديرة من يوم كنت صغيرة، هي أهلي وناسي. راح تبهذل الحين يقول راح تبهذل. سبتي أنا شلوي؟ لأن الأغاني عادة لما يصير في أغنية فيها ريال أو بنت ولد، البنت تقول هني. الرجال يقول هني. أيه. احنا صدنا هالطبق اللي هالصوب. فهي تنازلت نزلت تحت تنازل تعلى. الحين شوف يلا نقول. قبل ولد كاكا. يلا. عشت عمري فيها لذكرى بضواحيها. سمعني؟ لا أهم عالية سمعني. عشت عمري فيها لذكرى. عشت عمري فيها لذكرى بضواحيها. حلوين. والحين صار اليوم الثاني حق التصوير. من ويانا فروحة. انزين فالحين رايحين المسرح نصور. ودي اشوف كل اللي انا نزلت بسناب قلت لهم تعالوا حياكم الله، لان احنا نبي اليهال يصورون معانا المتابعين، فراح نشوفهم راح ان شاء الله نصورهم بالفلوج. شن تبين؟ شن تبين انتي؟ انتي ما سمعتي الاغنية مالتنا صح؟ إذا الأغنية حلوة عطونا 50,000 لايك. كلنا كاشخين ولابسين ورايحين نغني حق الكويت. فروحة ليش ما غنيتي معانا؟ ليش ما غنيتي؟ لما أكبر أغني. للحين ما أقدر أتكلم. بس أقدر أقول مي مي مي. اطلع هنان. بس أقدر أسوي الذي. بس أقدر أسوي أبوي أبوي. لما أكبر أغني وأرقص وياكم. لا بابي. يلا متحمسين وايد متحمسين وايد حق الأغنية. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تكتبونا تحت رأيكم في الأغنية. أنا أحب الديرة من يوم كنت صغيرة، هي أهلي وناسي. عشت عمري فيها لذكرى بضواحيها، أدعي ربي دايم. عادل اخيرا شنو شفت؟ شنو في ورا المسرح؟ شفت قاعدين هم الحين في غرفه ناطرين. زين ننطر متى نصور صح؟ ايه. ها جاهزين؟ ايه. متحمسين؟ ايه. اشوف تبي مسباحك شوف تلعب بالمسباح. اي عادي تخربه؟ عادي صدق تخربني انا بعد عادي. لا مو بنتي. لا والله. اي تعرفين تغنين؟ ما أعرف. أول ناس يعيد صح؟ ها؟ جسمك؟ طارق صح؟ صفية صح؟ حبيبتي ليش مستحية؟ ها؟ قولين طالعوا الفيديو كليب قولين لهم قولين لهم مستحي. شو تترقصين ويانا؟ ما تترقصين؟ تترقصين؟
طبعا لان احنا على طول مع بابا كنافه ونحب بابا كنافه زين عشان تسمعوا صوتنا يبين زين قاعد ينادون بابو عادل. المهم خليني اقول لكم احنا قلنا الحين نبي المتابعين يذوقون بابا كنافه ويانا لان احنا صدق نحبه ونبي نذوقهم اياه. فوايد وايد يعني هذا البوث وايد حلو وايد كشخه صراحه يستاهلون. يعني شوف البوث ايش كثر مبتل ما شاء الله كبير وايد حلو كبير. اهم شيء البقلاوه. عشان تعرفون ايش كثر اليوتيوبر يتعبون الدونام. باقي اخر مشهد الحين الساعة 3 الفجر. زين حبيبي مسكين نايم.